الخبر هو اللي عدنا عن مملكة القصص وطارق الباشا، والفيديو كليب بالنار راح ينزل لكم باشر الساعة بالخمسة راح يكون ديستراك. ويا حبايب اغنية مرايتي نزلت، طبعا شكرا لكم على كل الدعم اللي دعمتوا لي، ولكن متأكد انه هذه المرة نقدر نسوي شيء اقوى وندخل الاغنية ترند من اول يوم. فطلب بسيط يا حبايب انه اول ما تنزل الاغنية نتمنى انه نوصلها اكثر من 100,000 تعليق او ندخلها ترند، ومتأكد انه تحسون هذا الشيء. راح اسمعكم شوية برومو من الاغنية اللي راح تكون نار. طبعا نفس الوقت طارق الباشا نزل مقطع على قناته باليوتيوب وفضح بيه قناة صاحب مملكة القصص، راح احطكم رابط مقطع بالوصف وروحوا شوفوا الفضيحة، وحاليا راح احطكم جزء من البرومو اسمعوا. هذه رجعة تنكيس اعلام بلا جهة تنكيس اسنان تبكيس ما لحاجة لتعب، انا ضد نفان مرجلة كتير بس من مرجع شخصي فارق بين المرجلة على الواقع ومراجل اللايفات من وراك. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد الجواني. فجواني نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات على خلال انه حينزل مقطع ويرد بيه على ماية جمال ونسو بيسان اسماعيل، وطبعا راح يكون اول رد واخر رد، واكيد راح يشوف بيه هواية حقائق وفضايح عليهم. راح احطكم هذه الستوريات شوفوا عم تفهمون اكثر. اوكي يا حبايب الالف، كيفكم شو اخباركم؟ يسعد لي المساء يا رب. يا جماعه شفتوا بعد الدراما اللي صارت كلياتها، ضليت مستمر حياتي طبيعيه وعم نحفل 4 مليون وفيديوهات، لانه سيرته المعفنه بينت واليوتيوبر كشفوهم كلياتهم. ويعطيكم العافية لليوتيوبر اللي عملوا حطوا رأيهم بالموضوع وكشفوا القصة والفيلم الهندي اللي صار يعني. أوكي، بس من شان هيك رغم كل شيء في كتير ناس عم بطلب مني رد من عيوني، خبروا الكل إنه بكرة عندنا فيديو واحد سيرته المعفنة. أنا ماني فاضي أفتحها كتير. بكرة عندنا فيديو مع كتير إثباتات وشغلات بالسناب وأصوات وحركات. أنتوا بنفسكم وقعتوا حالكم، كونوا قد هاي الوقعة عنده، تمام؟ مثل ما انتوا وقعتوا حالكم لنفسكم، كونوا قد وعدكم او قد كلامكم بكره بعد ما ينزل الفيديو تبعي. على كل حال انشروا الخبر بكل مكان يا جماعه، فجروا ام السوشيال ميديا، بكره عنا فيديو مهم بكل مكان، وبحبكم والله يسعدكم يا رب. يا اخي لسه ما نزل الفيديو تبع بكره وخايفين، شو بكم يا جماعه؟ اوكي خلاص هدي حالك شوي، خلاص بكره بنزل الفيديو، وهو فيديو واحد ترى يعني ما لك كثير اهميه انت ولا موضوعك. بكره بنزل الفيديو بتشوف الناس وبتعرف شو في عنا وشو صار وكل شيء، كل شيء بتوضيح كامل مع اثباتات حلوه، وبعدين بنحكي. اوكي يا جماعه كونوا جاهزين بكره، والله يسعدكم يا رب. بس بحب لكم. أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فياس، وفياس نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات قالت من خلالها انه هي نزلت مقطع واللي كان مقطع مقلب بأمها، وحسب ما تقول انه بهذا المقطع هي كانت مصابة بالكورونا، ولكن هي ما كانت تعرف هذا المقطع مصور من 4 شهور. كل الحمد لله انه هي شافت هذاك الوقت وما صار بها اي شيء، ولكن هي ما تعرف انها كانت مصابة بالكورونا. شو اخباركم؟ في فيديو بعد شوي، هذا الفيديو مصور من فترة كتير منيحة تقريبا 3 شهور او هيك. كان معي كورونا بهذا الفيديو، ما كان لي خبر، فاذا شفتوا صوتي غريب و عرفوا انه بهذا الفيديو كان معي كورونا، وعن جد ما كان لي خبر انه كورونا وهيك، بعدين عرفت. ف يس رح ينزل فيديو اخيرا. ما بعرف ليش ما خبرتكم، بس هلا عم خبركم بعد شوي رح ينزل. الخبر الثالث اللي عدنا على المتابعين وكشفوا من حقيقة مو فلوكس واخفاء اسم نارين بيوتي من التعليقات اللي عنده. طبعا نسأل عن السبب، فمثل ما تعرفون نارين بيوتي ومو فلوكس حاليا ما يحتون يا بعض، اكو مشكلة صارت بيناتهم. اما بالنسبة للدليل ندخل اخر مقطع نزل ونزل بيه على التعليقات، ونكتب اسم نارين بيوتي بادر على كلمة العدد اولا عم ندفع التعليق وتعليق الاشخاص اللي القوا رايه، بعد ما نحفظهم زين نروح نغير الحساب عم نشوف هل التعليق رح يطلع للناس او لا. بعد ما غيرنا الحساب ونزل بيه على التعليقات ونروح على كلمة العدد اولا راح نشوف انه تعليق ما ظهر، وانما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر. اتمنى احباب لكم تشاركوا بهذا الخبر بحركة مو فلوكس اخفاء اسم نارين بيوتي من التعليقات اللي عنده. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين مملكة القصص على ماية جمال. فماية جمال نزلت هذا المقطع على قناتها باليوتيوب وكانت تستعطف به، ولكن مثل ما تعرفون مملكة القصص نزل هذا المقطع وفضح بيد ماية جمال، وهي لما تستعطف كذب مثل ما تشوفون. طويت الموضوع كامل، مش خوفا من حدا، لا انا مش جاءت مشكل مع حدا. الشر محية في الدنيا كلها، بطولك ورب الكعبة لا طولك. اوكي كإنسانة فنانة عندي صوت حلو. الصوت حلو، خلينا نسمع فيديو بسيط. مايا من وين يا مايا؟ من الاردن. من الاردن. اقول لكم بالله خلينا نسوي بعدين مقطع ثاني. طبعا مايا جمال طلعت ردت على صاحب قناه مملكه القصص ونزلت شويه ستوريات بحساب الانستغرام. هذه الستوريات كانت تقول بيها انه اساس هي عندها تسجيلات قويه علي وممكن تفضحني وما ادري شنو، وانه حتنزلها بعد شويه، لكنها طبعا ما نزلتها لانه هي كذابه وما عندها اساسا اي شيء علي، ولا عندها اي شيء انا اتحداها حاليا انها تنزلها. واقسم بالله لو كان عندها اي شيء مسبه سبيتها عليها مثلا، عندي سؤال احذف القناه اذا انا سبيتها سبه واحده. طبعا المقطع تعرض لهواي الهجوم، واتوقع راح يتعرض للهجوم بعد مقطعها. الخبر الخامس اللي عدنا عن انس واصاله والمشروع الخيري اللي حابين انه يسووه. فانس واصاله نزلوا هذا المقطع على قناتهم باليوتيوب، المقطع له من خلاله. طبعا فكره هذا المشروع الخير انه انس مجموعه من اصدقاء راح يكونوا رايحين على جبل، وهذا الجبل بيه ثلج، وراح يكون لابسين بيه شورتات، راح يكون فاتحين بيت مباشر، وبهذا البيت مباشر اذا واحد اشخاص تبرعوا $190 راح يتغطون بالبطانيه مده دقيقه. يجي احد ما يخلص البث على كل، راح احط لكم الصوره تشوفوها.
اللي عملنا انه احنا اشتركنا مع UNHCR. يا للي مو عارف، UNHCR هي المنظمة لشؤون اللاجئين تبع اليونايتد نيشنز او الامم المتحدة، ونحن وياهم قررنا نبدأ حملة اسمها Keep Us Warm او حملة ابقونا دافئين. فكرة هي انه احنا رايحين يوم عيد ميلاد ميلا على ابرد منطقة موجودة هون بكاليفورنيا، ناقص صفر ناقص صفر في ثلج على اعلى قمة الجبل، ساعة 8 بتوقيت سعودية نفس الوقت اللي ميلا ولدت فيه. حنعمل بث مباشر، بث مباشر حيكون على قناتنا هون على اليوتيوب. فالفكرة هي انه انس والشباب حيطلعوا بالثلج، حيلبسوا شورت وكنزة فانيلا داخلية. فكرة انه كل ما انتو تتبرعوا 190 دولار انس والشباب بيقدروا يحطوا حرام ويغطوا نفسهم لدقيقة واحدة بس. ال 190 دولار هو المبلغ قديش بتكلف لعيلة كاملة ليتدفوا. فاكتبوا لي يا حبايب بكم تشتركوا بحركة انس وصالة والمشروع الخيري اللي حابين انه يسووه، فكرة حلوة ولا؟ وبصورة وصلنا المقطع من المقطع جابكم، تحطوا لايك تركوا بالقناة تشتركوا فيزي بقى من القصص. وحبايب الديسباتشر لا تنسون الدعم، وبس جاك فيزين، مع السلامة.